سارة تحترق. صارت استجابة وتبديل أسرع وأفضل من الدي. ميتين وثمان وخمسين حصان. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالي. ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين وجدد. منورين قناتكم. اليوم معنا تجربة سريعة للمرسيدس سي 300 2019. أمس نزلت لكم مقطع وغطيت لكم أغلب الفئات الموجودة ومتوفرة عند الجفالي، السي 180 والسي 200 والسي 300 الكوبي. واليوم معنا تجربة السي 300. مثل ما أنتم عارفين فئات السي كثيرة من 180 إلى 300 وإلى بعد 8 سلندر اللي هو الـ 63. اللي صار عليها ب 2019 فيس ليفت بسيط على الانوار وعلى الشبك وعلى قصه الصدام، والداخليه صار بعض الفئات الاعلى يصير الطبلون على شكل شاشه، واضافه بعد على بعض اللمسات البسيطه حتى المفتاح بعد غيروا شكله. طيب اللي معنا هذه حجم الماكينه 2000 4 سلندر بقوه 258 حصان. طبعا كل فئات السي كلاس دفع خلفي طبعا، والمواصفات بشكل عام انتم عارفين سيارات المرسيدس على حسب المواصفات اللي انت تختارها واللي انت تطلبها، من سماعات، من كت اي ام جي، من شكل جنط، كل هالاشياء هذه على حسب اختيارك على حسب طلباتك. وبالنسبة لاسعار الفئة هذه اللي معنا تبدأ ب 218 الى تقريبا الفئة هذه سعرها ب 242 الف، وطبعا على حسب مثل ما قلت لكم الاشياء اللي انت تطلبها والمواصفات اللي انت تختارها. لو تشوفون الانوار جاي شكلين 2019، هذا ملتبين اللي هو الليد مع ليزر، وفي شكل ثاني راح احط لكم المقطع تشوفونه جاي على شكل ثلاث عدسات تحت بعد، هذا ملتبين ليزر شوف، والثاني الشكل الثاني فهو الاي دي. الشبك يختلف من فئه لفئه. هذا الواجهه الاماميه. طبعا الفئة اللي معنا هذه متوفر عليها اللي هو سقف بانوراما زائد كاميرا خلفية، والجنط عندنا هنا مقاس 19 مكحل باللون الفضي. هذه ما شاء الله تبارك الله. وهذا الشكل الجانبي طبعا يعتبر حجمه أقل من متوسط. إذا تبي أوسع فأو الإي، وإذا تبي أوسع أكثر اللي هو الإس كلاس. طبعا على حسب اختيار الشخص أو المقاس اللي اختاره من ناحية وسع الداخلي السيارة، عندك أكثر من خيار من الفئات الموفرين. طب طبعا صار عليه تغير مع قصة الصدام والديفيوزر، ستوبات طبعا الإي دي، سي 300، وهذا سقف البانوراما. اوريكم النور ووريكم المكان. وعليها بعد هذه نقاط عمياء. من ضمن الخيارات اللي تقدر تطلبها هي كرسي الكهرباء، يصير فوق تتحكم فيه من وين، هنا فوق
هذه جاي كبس الكهرب تحت. طبعا سيارة تجربة هذه فما راح يحطون لك أغلب المواصفات الموجودة. هذا الشكل الداخلي سقف بانوراما. مخارج مكيف اثنين هنا. وهذا شكله الأبواب مفتحة. جميل الموتر ومنفت. وهذه الماكينة حجم 2000 4 سلندر وقوة 258. السي طبعا قوة الأحسن 156 والسي 200 تقريبا 204 حصان. فتختلف أحجام الماكينة والقوة. وعندنا هنا الليد النهاري جاي فوق النوم. طبعا فيه إشارة ومراية. وهذا الصب الخلفي الاي دي جاي على خطين. وهذا النوم ملتبين الاي دي جاي بثلاث عدسات. هذا فيشر. أعطونا رأيكم بالموتر. وهذا الشكل الداخلي. طبعا السيارة طافية بس تأخذ شوي وبعدين تطفي الشاشة والطبرون. الإضاءة المحيطية 64 لون. طبعا ما راح اطول معكم بالشرح لاني شرح لكم اغلب الفئات فبختصر لكم على السريع. هنا عندك هنا تقدر تتحكم يا طول العمر بالشاشه اللي هو الطبون اللي بالنص. وعندك يا طول العمر الليمت ومثبت السرعه. خلونا نصفح هذا على السريع. تقدر تغير الشكل حتى الطبون. اقرب لكم شوي. نبدا باول شيء الثيمات حقت الطبون. اول كان العداد ما هو زي كذا شاشه هو العادي طبلون اللي هو رقمي. وبعض الفئات الأقل يجيك عداد عادي مو شاشة وبالنص يصير في شاشة صغيرة زي السين 180 اللي وريتكم. طيب نجي خلينا نشوف الحين أول شيء هذه الأشياء الموجودة بالنص. بدأ مع الضبط وعداد الحالات وكل الأشياء هذه موجودة. نروح الحين للثيمات. هذه هي الرياضي اللي هو هذا كلاسيك يجيك بالشكل هذا والمتقدم. اكثر شيء عجبني انا المتقدم. المتقدم بعد تقدر الحين تروح هنا وتغير بعد هذا الـ RPM وزيادة التشغيل نفس اللي قبل شوي شفتهم على اليسار تقدر تصير وين على اليمين. بدون حق التشغيل وحق GPS. هنا عندك الهاتف الوسائط والملاحة يجيك بالشكل هذا. وهذا حقة المساعد حقة السائق كله ذكرت لكم هذه. طيب عندنا هنا ازرار. هنا في شفتر طبعا وهذا الجير 9 سرعات وهذا حق المساحات والنور هنا والازرار. هذه تقدر تتحكم بالشاشة اوامر صوتية وبلوتوث. وهنا عندك يا طول عمر السلامة تتحكم بالشاشة من هنا ومن الماوس اللي هنا والفرار اللي هنا. طبعا الشاشة مو لمس جاية بحجم 10 انش. خل احط لكم كذا اوضح ولا كذا ان شاء الله اوضح لكم. طيب خلنا نصفح الحين الشاشة. هذا الرادو ضبط السيارة تشغيل هنا عمر تهيئة نظام الدفع. طبعا هي تيجي دفع خلفي كمبورت سبورت تقدر تتغير حق الوضعيات القيادة
الاي بي اس الاي اس بي معليش حق الثبات. طيب نجي يا طول عمره السلامة هنا نشوف المساعدة وشغل لكم السيارة احسن. نور لكم الكاميرا بعد. الكاميرا فيها ارتباط مساعدة البرامج مساعدة الانتباه فيها نقاط عمية بعد نجي الاستهلاك. الاستهلاك حق الوقود على كل شيء. مشيك اللتر طبعا 16.4. السي 180 مشيك 17 تقريبا. النظام لو تلاحظون نفس الانظمة حقت المرسيدس المعروفة بس هذا محدث. وفيه النظام المطور حق مرسيدس اللي نازل على الايه. تذكرون اللي نزلته قبل فترة. ما شاء الله تبارك الله وصلت مشاهدة تقريبا اكثر من 1,200,000. حط لكم الرابط تشوفونه. هذه الالوان محيطية فيها 64 لون. هذه الالوان طبعا 64 لون. فهذه الاضاءة محيطية وصور لكم بالليل تشوفونه احسن جاية هنا بالابواب. طيب الكاميرا الخلفية هذه الكاميرا الخلفية. جاية بزاويتين. الزاوية هذه الواسعة وهذه الضيقة. وهذا الاوتو بارك. طيب طولين العمر والسلامة تقريبا خلصنا. انا بذكر لكم اهم الاشياء لاني شرحت لكم كثير بالفئات اللي قبل الجزء الاول. بحط لكم طبعا الرابط حق الجزء الاول عشان تشوفونه. السقف هنا فتحات التكييف وهنا اسرار التحكم بالمكيف التخشيب هذا جاي كامل. وهنا اختصارات للشاشة وهذا حق حامل الاكواب مع الاطار كروم والنيك اللي جاي بالاطراف هذه مع حامل اكواب وشاحن وايرلس ومخرج حق يو اس بي وشحن. وهنا عندك طول عمر الماوس والتحكم اللي هو بالشاشة. هنا عندك وضعيات القيادة اوريكم وضعيات القيادة تطلع لك بالنص باللي هو هنا وتطلع لك على الشاشة. عندك الايكو وعندك طول عمر السلامة كومفورت وسبورت هذه ثلاثة وسبورت بلس اربعة. وعندك الاندفجوال خمس وضعيات تتحكم بالتعليق. طبعا هي تعليق يعتبر تعليق هوائي مريح الموتر ما شاء الله. بس بشكل عام دائما اقول لكم انا بسيارة مرسيدس خاصة كل ما يكبر الجنط كل ما يكون مطبق اقسى شوي. كل ما يصغر الجنط كل ما يصير اريح. طيب وهذا الدرج والدكاية اللي بالنص تفتح بالشكل هذا فيها مخارج يو اس بي ومخرج حق وبس خلصنا. بنخلكم لفة على السريع. ما شاء الله الموتر صراحة رايق يعني للأحجام هو متوسطة وصغيرة راح ينبسطون على الموتر كحجم يعني. وقول من برا ما شاء الله والله ملفت الانتباه مع ان حجمه صغير بس ملفت. وعجبتني قصة تصطب انهم غيروا شكله. لو تلاحظون الاي والاس وال السي اسطباتها بشكل من ورا كلهم قريبة لبعض بس يوم نزل هذا التحديث الجديد 2019 تغير قصة الاسطب اللي ورا واللون الشكل الاضاءة. وفري لك طبعا اغلب الفئات من السي 180 الى يطول عمر 300 وفي منه يجي بعد اللي هو 63. الجو ما شاء الله تبارك الله غيم مطر هواء. اضطريت اني اصور هنا لانه برا هواء صراحة. العزل الحين ممكن راح تقولون انه مزعج شوي لكن عشان في هواء لما راح يكون راح تلاحظونه وما راح تركزون بالعزل زين. طبعا بشكل عام سيارة مرسيدس اغلب سيارات 99% ما شاء الله العزل كلها يعتبر ممتاز. وبشكل عام الالماني بعد مو بس شركة مرسيدس. Thank you.
قوة الأحصنة. الموتر مسهل ما شاء الله. أصور لكم بدون مايك. خليه يدوم بسم الله. بيكم تشوفونها اكثر من زاوية مع هالجو الحلو ما شاء الله. الجنط معطي فخامة صراحة. جميل الموتر ما شاء الله. بوريكم جهة الراكب. الاضاءات حقت السقف باللون الاصفر قريب للبيض. هذا الابواب مفتح. وبالنسبه للنور هذا مدى هنحط اللي هو الليد النهار السكن، وهذا الواطي وهذا العالي ملتبيين الاي دي مع ليزر مداو عالي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوف وحتى النور اذا انت شغلت وطفيت يشتغل مثل سيارات مرسيدس الاغلبيه اللي يفرش اول ما تشغل السياره. شوف بالشكل هذا. ما شاء الله شغل لكم لمحه السقف. الرقم هذا 1005 هذا الغربية. ما شاء الله تبارك الله والله يا عزب ما شاء الله. بس بوريكم عشان تشوفون الإضاءات حقت الأبواب والإضاءة الداخلية. هذا استبات الإيدي. وضعت اللوحة باللون الأبيض. وهذه الإضاءة تشوفينها حقت الباب جاية بلون أحمر. هذه الإضاءة المحيطية تشوفينها بالأبواب. وهنا بعد. خلي أطفي لكم لمبة السقف. هذه إضاءة محلية جاية على امتداد الديكور. خشبة شايفينهم بالنص حق حتة الكيل وحقة الأبواب. وهنا بعد وبس. سلامتكم الغالين. أرقام المبيعات راح أحط الرقم لكم تحت في الوصف طبعا. السلام. في أمان الله وبحفظ الكريم.